راجعين تاني والكابتن ابراهيم وتكمله تقييمه للاعبين حسين الشحات وقفشه ومروان محسن. مش معنى مروان محسن ما في لعيبه نزلت تاني يعني. لا معلش ما انا يعني عشان بس ما نزل مكان بيكام طاهر نزل مكان كهربا. خلينا بس نتكلم على فاروق انت صلاح محسن. نتكلم على حسين الاول. حسين اتفضل اشدنا بيه المباراتين اللي فاتت صح؟ ماشي. النهارده حسين الشحات الكيرف نزل شويه. هتقول ان هو اللي عمل الاسيست. انت اشدت بيه المباراتين اللي فاتوا؟ اه والله اخر مره اتكلمت قلت لك انت قلت الجون اللي جابه ماشي اه كويس قلت لك عمل مباراه كويسه لكن انت عايزه يستمر استمراريه بقى. هنقول النهارده الاسيست بس قبليها انت ما كنتش يعني ما كنتش بتتكلم. ايوه كان عشان مستواه بس كان جايب جول برضه بس ما كانش يعني برضه يعني ما لسه ما وصلش. يا جماعه انت ما تمشوش على انت بتضحك ليه؟ ما تمشوش بجد والله بجد على القطعه. انت كده بتتعاملوا مع لعيبه النادي الاهلي بالقطعه. النهارده حطوا جون اه كويس بعد كده نقعد ثلاث ماتشات تاني وحش. لا ما مش هينفع. انت بتكلمني انا ما بعملش. انا بتكلم في العموم يعني لان في ناس بتزعل. هو طبيعي في الانديه الكبيره استمراريه. استمراريه بقى طبعا. النهارده حسين الكيرف بتاعه نزل سيبك من الهدف اللي هو صنعه التاني. طب ده سببه مين؟ هو اللاعب ولا المدرب؟ ما اعرفش بقى. ما هو المفروض خلاص اكتسب ثقه يعني. انت كانت الفتره اللي فاتت عندك فقدان ثقه شويه تمام. المفروض ان انت بقى نزلت خلاص الملعب خلاص بقى ابتديت الامور الثقه بتاعتك ثقتك في نفسك ترجع. حاطط اهداف المباريات اللي فاتت خلاص بقى المفروض ان انت المباريات اللي موجوده خصوصا المباريات اللي هي القويه زي مباراه النهارده انت بيبقى ليك يعني ايه تواجد اكتر لان دي الوقت اللي انت النادي الاهلي بيحتاجك فيه والجماهير بتحتاج ان انت تبقى متواجد فيه. مش بتقيمك بمباريات. معلش يا ابراهيم انا اقول لك على حاجه يمكن معلش انا اسف المقاطعه اللي فاتت. خلي بالك في الماتشات بتاعت النادي المصري دي انت ممكن تبقى نجم فيها لان الفرقه اللي بتهاجمك او بتفتح المساحات هي الماتشات دي اللي تبين المستوى. هو ده اللي بتبين النجوم وبتبين اللعيب كويس لانه بيهاجم وبيضغط. هو ده هي دي مباراه يا كابتن. مع احترام فرقه منظمه لعيبه كويسه. النهارده لعيبه النادي المصري عملت مباراه كويسه جدا. فهي دي المباراه اللي بتبين النجم وبتبين اللعيب كويس. انا بتمنى مش هتكلم برضه على حسين. بتمنى حسين تستمر ما يبقاش ماتشين وتقعد تريح تاني. هنتكلم. انت بتقول لي قفشه النهارده ايه رايك فيه؟ قفشه بقاله فتره مش قفشه بس مش هقول ان هو وحش يعني مش وحش بس مش مستوى قفشه برضو. خلينا نتكلم برضو. طب هو المستوى بيجي يا كابتن ابراهيم عشان انت بس ولا عشان الفريق اللي قدامك برضو مش بيديك مساحه انك تشتغل الشغل بتاعك؟ برضو مش عايزين نبخس حق اللاعبين في النادي المصري. انا بقول لك بس التغييرات اللي في نص الملعب كتير برضو يعني النهارده قفشه تقريبا اول مره يلعب مع كهربا من فتره كبيره جدا برضه. خد بالك يا فاروق العنصر لعيبه نادي الاهلي يا كابتن ابراهيم. هتقول لا فاروق هو الوحيد قفشه. بص الوحيد اللي ده يلعب ده يلعب لازم السيستم موجود واحد. لا الوحيد اللي ثابت بيلعب في الحته دي وبيتغير عليه 3 4 بس حاجه واسيبك والله. لا اتفضل. لا يعني النهارده قفشه بلعب. النهارده كهربا مش في حالته. حسين مش في حالته. دي حقيقه. ها قول لي هيلعب. ما هما الاثنين دول هما كهربا وحسين شحات هما اللي بيبينوا قفشه. تخيل انت العنصرين اللي موجودين النهارده هما مش متواجدين النهارده بعيد عن مستواهم. هيبقى الاداء بتاع قفشه زي اللي قبل كده؟ ما هم الاثنين اللي بيبين قفشه كهربا وحسين الشحات. اتفضل يا كابتن. لا ما انا بكلمك هو طريقه الانسجام يا فاروق ان انت بتغير على قفشه 3 4 لعيبه كل ماتش. يعني حتى ووتر بواليا النهارده بقى خارج ال 18 او خارج ال 20 مش موجود. النهارده ما فيش انسجام. لا ووتر بقى واضح حلوق. واضح ان هو استسلم للوضع الحالي ويمكن موسيماني زعلان منه. زعلان من الاستسلام ده. ما انا زعلان اطلعه بره ال 20 يا فاروق. هو خلص عليه. لا هو كده خلي بالك قصته دي خلص عليه من البدايه. خلي بالك الراجل كان الراجل كان في البدايه مقتنع بيه بشكل كبير ولما جه لعب اساسي لكن هو الراجل حرقه. يعني حرقه ان لعبه في النادي الاهلي في التوقيت ده ان انت تيجي من الجونه وتلعب استعجل قوي. فانت استعجلت بشكل كبير عليه. كان المفروض يستنى ويتفرج على طريقه لعب النادي الاهلي. ابتديت الاداء هو الفكره انت كنت بتتشبث ومحتاج فيرويد افريقي قوي فانت كنت بس اللعب ده بس عندك محمد شريف شغال بشكل كويس كان بيشتغل بشكل كويس. هي غلطه كانت قعدت وهو كله اعترف بيها يعني. اتفضل كابتن. ما انا بقول لك انت قعدت شريف في احسن حالاته فانت ووتر بالي عشان يرجع ويبقى مستوى النادي الاهلي وشخصيا انا عاوز ده لو هو اصلا في الاصل مستوى النادي الاهلي خلي بالك خلي بالك هو ممكن يتعار لاخر السنه على فكره. خد بالك هو من يعني على اللي انا شفته قبل ما ينضم الاهلي لعب كويس. طيب هو فقد الثقه من البدايه خلاص. فقد ثقه الكمين. عايز بقى